يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الحمد لله أجل المحامد وأوفاها، أنعم علينا بالنعم ووفاها، فأنزل علينا كتابا كالشمس في ضحاها، على قلب نبي كالقمر إذا تلاها، من اهتدى بهدايته صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن ضل عنه تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها، فبالذي خلق السماء وبناها ورفع سمكها وأعلاها وبسط الأرض وطحاها وألقى الجبال وأرساها وخلق النفوس وسواها فألهمها فجورها وتقواها، أن المفلح من زكاها، وأن الخائب من دساها، فهذه ثمود بطغواها أهلكها الله وأفناها ولم يخش عقباها، وأمة التوحيد ومن والاها اهتدت بهداية مولاها فأعطاها الله وأرضاها. وأصلي وأسلم على خير خلق الله طه. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي بداية هذه الليلة الإيمانية القرآنية والتي أقامتها العائلة الكريمة تكريما للراحلة الكريمة، فيسعدنا أن نستضيف لكم اليوم القارئ الأكثر شعبية وجماهيرية على مستوى العالم، والملقب بالعديد من الألقاب، فهو وزير السعادة وطبيب القلوب وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشير طنطاوي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وعضو نقابة القراء، والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ندعو لفضيلته بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، وللفقيدة بالمغفرة والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء نتجلى عليه
كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا يا رب.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا بما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام يصوركم في الأرحام كيف يشاء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام لا إله إلا هو العزيز الحكيم love.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا رب و
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله صدق الله العظيم. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وطنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا واياكم في رحاب هذه التلاوة الايمانية العطرة والتي كانت من الزهراوين خواتيم سورة البقرة وصدر سورة آل عمران تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشير طنطاوي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. نقلت على مسامح حضراتكم على احدى وحدات الاذاعة المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومحطات الديزل المتنقلة في كل مكان من داخل لؤلؤة السرادقات والفراشة الكبرى والخيم المكيفة والخدمات الفندقية الممتازة كل هذا تحت اسم واحد الحاج عادل الغازي والمقيم بطلخة. ولا تنسوا التلاوات على اليوتيوب قناة المهندس احمد الجعبري.